السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للأسف احنا كنا زعلنا والجميع زعل من ان اليوتيوب بيحذف المشتركين، عشان المشتركين دول مشتركين غير فعالين، مش حقيقيين، مشتركين فيك، مش متجاوبين مع فيديوهات القنوات اللي هم مشتركين فيها. لكن للأسف احنا اغفلنا حاجة مهمة جدا. تخيل حضرتك ان المشتركين في قناتك هم في الاصل كمان اللي هم المشتركين الحقيقيين، بقى انا بتكلمش كده على المشتركين الفيك او اللي هم مش حقيقيين اللي بيحذفهم اليوتيوب، لا ده انا بتكلم بقى على المشتركين الحقيقيين. للأسف هم سبب موت قناتك، للأسف هم سبب موت الفيديو، لأن اليوتيوب بيقترح الفيديو بتاع حضرتك مجرد ما بتحمل الفيديو على اليوتيوب. تخيل حضرتك اليوتيوب بيرسل اشعارات للمشتركين اللي موجودين في قناتك او مشتركين في قناتك، خاصة اللي هم مفعلين الجرس بيجيلهم اشعارات، تمام؟ طيب ايه اللي هيحصل لو المشتركين دول لما بيوصلهم الاشعارات ومفعلين الجرس بيوصلهم الاشعارات وما بيتجاوبوش بمشاهدة الفيديو ده، او ان هم مش بيدخلوا على الفيديو ويشاهدوه؟ بالتالي اليوتيوب نفسه في الحالة دي بيحميك انت وبيحمي فيديوهاتك، خلي بالك، لان المشترك ده بيموت لك القناة، المشترك ده بيتسبب في موت الفيديو نفسه، لان انت ساعة اتنين تلاتة هم دول زمن التقييم للفيديو بتاع حضرتك عند الخوارزميات. هو بيبدأ يقترح الفيديو بتاع حضرتك مثلا سي على 100 مشاهد، لقى من المئة مشاهد دول 10، يبقى 10% دول، ال10% دول يبدأ يقترح الفيديو على اكتر. طب تخيل حضرتك انت عندك 2000 مشترك، ومن ال2000 مشترك دول فيهم 500 مفعلين الجرس عشان يوصلهم اشعارات فيديوهات حضرتك. تخيل من ال500 دول مفيش اكتر من 50 ولا حاجة ولا 40 يدخل ويشاهد الفيديو. ال450 التانيين دول مصيرهم ايه عند اليوتيوب؟ ال450 دول اولا بيتسببوا في موت الفيديو بتاع حضرتك، ثانيا بيتسببوا في موت قناة حضرتك، ثالثا بيتسببوا في ان اليوتيوب بياخد انطباع سيء عن الفيديوهات بتاعت حضرتك. بالتالي خوارزميات اليوتيوب بتبدأ يبقى عندها قلق او انها مفيش ثقة في فيديوهات حضرتك، فبالتالي ما بتقترحش الفيديو على مشاهدين اخرين، بيموت الفيديو، وبالتالي فيديو ورا فيديو بتموت القناة. هنقوله انت ممكن تكون بتقدم محتوى مفيش قناة تانية ولا حتى قناة كبيرة بتقدمه، ممكن تكون بتقدم محتوى ممتاز جدا جدا جدا، لكن للأسف اللي مشترك في القناة نفسه هو السبب. للأسف هو ادى انطباع للخوارزميات يعني هو مش بيكره قناتك، لكن هو للأسف مش مهتم، هو غير مهتم بالمحتوى او بالفيديو اللي انت رفعته. حتى طب لو انت يعني بتفكر ساعتها ان انت تغير المحتوى، على ان انت في الاول وفي الاخر مفروض بتشتغل على اللي بيحبه المشاهد، لكن للأسف لو انتوا حسبتوها صح هتلاقوا معظم القنوات عندنا خاصة في مصر على فكرة، يعني المعظم القنوات مش ما فيهاش المشاهد اللي هو مشاهد داخل يعني عايز ترفيه، مشاهد عايز معلومة، مشاهد بيدور على حاجة في التكنولوجي، مشاهد عايز حاجة بتطبيقات معينة، عايز حاجة معلومة معينة، مشكلة معينة بيبحث بيها. هتلاقوا الاشتراكات كلها قنوات مشتركة عند قنوات. طب ايه اللي بيحصل؟ نيجي بقى للاختراع المصري اللي تم في الايام ديت، ان كل قناة حضرتك، ولاحظوا الكلام اللي انا بقوله على فكرة، والكلام ده بيحصل فعلا دلوقتي، بتقولوا المشاهدات بتقل، بتقولوا المشاهدات بتنقص، لا انا بنصحك دور على المشاهدات بعيد عن المشتركين، نصيحة مني دور على المشاهدات بعيد عن المشتركين. ما تزعلش لو كان المشتركين اللي عندك في قناتك هم اللي بيضروا فيديوهاتك، بالتالي هم بيتضروا على فكرة، على فكرة هو ما بيحصل فيهم نفس الكلام ده، لان الاستراتيجية اللي اخترعها القنوات، انا مش هقول احنا كمصريين فقط لا غير، لكن ده موجود وانا لاحظته كتير في فيديوهات كتيرة جدا وقنوات كتيرة جدا. بتبص تلاقي القناة
قبل ما يحمل فيديو على قناته يبدأ يلف لفة على مجموعة قنوات هو مشترك فيها ويبدأ يدخل على ده ثانيتين ويعلق ويخرج ويدخل هنا على القناة التانية ويكتب رائع ممتاز مفيش إبداع أكتر من كده ويخرج ويدخل جزاك الله خيرا ويدخل اللهم صل على سيدنا محمد ويدخل. يا جماعة يا جماعة انتوا بتضروا قنواتكم بتضروا قنوات الناس. في ناس بتتعب لو انت مش مهتم بالمحتوى اللي انت يعني مشترك في قناة اي سين من الناس اي حد حتى لو قناتي انا لو انت مش مهتم بالمحتوى اللي انا بقدمه انا بشكرك انا بشكرك اخرج من القناة اخرج من القناة انت بتضرني وبتضر نفسك حضرتك لان لو انت ما خرجتش من القناة اصلا انت خلاص دمرت فيديوهاتي دمرت قناتي دمرت فيديوهاتكم ودورت دمرت قنواتكم. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان احنا زعلنا وقلنا اليوتيوب حذف مشتركين اليوتيوب بيحذف الاشتراكات. طب ما الاشتراكات الفيك معروف ان هي لازم تتحذف معروف معروف الاشتراكات اللي اتشارت بالفلوس والساعات اللي تم شراءها مفروض ومعروف ان هي لو عدت بيجي الوقت معين انت بتوصل خلاص اشتريت الساعات واشتريت المشتركين وفعلت قناتك لكن انت ما عندكش المحتوى ما عندكش الا فيديو ولا اتنين وتلات هتقارن قناتك بقناة تانية عندها 500 فيديو مش ممكن طبعا. طيب لو انت اشتريت الساعات واشتريت المشتركين عشان تفعل قناتك تمام ايه اللي ممكن هيحصل بعد كده؟ لو انت وصلت المرحلة وخلاص قناتك اتفعلت ما انت ما كنتش بتقدم محتوى اصلا ما فيش محتوى اصلا انت بتقدمه. انا حسبت لكم الكلام ده دلوقتي بالدليل على قناتي. لو انا جيت هنا في وقت المشاهدة المشتركين ادخل حضرتك على استوديو اليوتيوب من الهاتف وادخل على الاحصاءات واضغط على عرض المزيد وادخل بعد كده على الجمهور وادخل على وقت بلاش وقت المشاهدة ادخل على وقت المشاهدة من المشتركين وهاتها خلال مثلا 365 يوم. انا عندي هنا غير المشتركين 93% غير المشتركين لاني خلاص انا يعني مش عايز اربط نفسي بالمشتركين لان المشتركين بيخشوا يجاملوا بيدخلوا يجاملوا انا مش عايز المجاملة. حضرتك برضو مفروض ترفض المجاملة دي لان المجاملة دي بتموت الفيديو عندك. انا بشتغل على سيو اليوتيوب بشتغل على بحث اليوتيوب بشتغل على الفيديوهات المقترحة هو ده اللي انا بشتغل عليه دلوقتي لان لما تجيلي نسبة المشاهدات من المشتركين 7% ولا 8% ولا 10% ومن غير المشتركين 90% لا افضل لي ان انا اشتغل على غير المشتركين وغير المشتركين دول ممكن تشتغل بقى تستهدف وتستهدف نتش معين من الجمهور وفي بلاد معينة ولو انت قناة حضرتك مفعلة تقدر تستهدف نتش معين في بلاد معينة الاعلانات فيها غالية ومرتفعة القيمة تقدر تزود ارباحك. هو ده اليوتيوب. انا ياريت اكون قدرت اوصل لكم المعلومة ببساطة. اليوتيوب فكروا في اليوتيوب بيتعامل ازاي يا جماعة. خلي بالكوا شباب اليوتيوب لما بيحذف اشتراك ده لصالح حضرتك. اليوتيوب لما بيحذف ساعات ده لصالح حضرتك عشان يشوفك هل انت عندك القدرة على الاستمرارية برفع مزيد من الفيديوهات عشان تحقق مشاهدات. وطالما حققت مشاهدات ومحتوى جيد هتحقق نسبة احتفاظ بالجمهور وهتحقق ساعات هيبدأ اليوتيوب يقترح فيديوهاتك على مشاهدين اخرين. لكن نصيحة نصيحة شباب اي حد مشترك عند اي حد ومش مهتم بالمحتوى بتاعه صدقني انتوا بتضروا الناس دي بتضر بعضنا باللي احنا بنعمله. بلاش الاستراتيجية الجديدة دي اللي ظاهرة ان انت قبل ما تيجي ترفع فيديو على قناتك تلف لفة كده على كام قناة وتعلق عشان بعد كده بتقول لهم انا موجود وفاكركم. لا هو ده الخطأ هو ده اللي بيموت الفيديوهات هو ده اللي بيموت القناة. وعشان تحيي القناة دي تاني وتخلي القناة دي تنمو من جديد انت لابد ان انت تغير محتوى لان انت بتدور على اللي عايزه المشاهد بيحبه المشاهد مش اللي حضرتك بارع فيه ومبتكر فيه. في حاجة تانية كمان الحل التاني هنا ان انت لو انت ما قدرتش ان انت تخلي قناتك دي تنمو من جديد بعد موتها وموت الفيديوهات يبقى لابد ان انت تبحث عن ان انت تعمل قناة تانية وتقدر تركز بقى على نتش معين وجمهور معين تمام متفاعل معاك. ارجو ان انا اكون
ما اطلتش عليكم في الفيديو، وان انا اكون قدرت اقدم لكم معلومه مفيده فيه. لو عجبك الكلام وعجبك الفيديو تحياتي باعجابك، ويا ريت تشير الفيديو لاكبر عدد من الاصدقاء عشان يستفيدوا من المعلومه، وتعليقاتكم اكيد دعم لينا، واشتراككم بالقناه وتفعيل الجرس الكل عشان يوصلكم كل جديد. خالص تحياتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.